السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الفرقة الثالثة في مادة المحاسبة الحكومية والقومية بتاريخ 15/12/2020. في هذه المحاضرة سوف نستكمل الفصل الثالث وناخد فيه تسجيل العمليات المالية المتعلقة بالحسابات الجارية الدائنة وتسجيل العمليات المالية المتعلقة بالحسابات النظامية. احنا خدنا في مدار المحاضرات اللي فاتت تسجيل المعاملات المالية الخاصة بالاستخدامات الجارية والخاصة بالإيرادات والخاصة بالحسابات الجارية المدينة. إن شاء الله في هذه المحاضرة سوف نتناول المعالجة المحاسبية للعمليات والمعاملات المالية الخاصة بالحسابات الجارية الدائنة والحسابات الجارية الدائنة. تشمل حساب جاري التأمينات المؤقتة والنهائية، حساب جاري الحجوزات، حساب جاري المبالغ الدائنة تحت تسوية، ويهمنا هنا حساب جاري التأمينات المؤقتة والنهائية. وهناخد عليها مثال فيما يلي بعض العمليات المالية الخاصة بالتأمينات المؤقتة والنهائية خلال عام 2012-2013. في 6/7 طرحت محافظة القاهرة مناقصة عامة لإنشاء مبنى. نحط خط تحت إنشاء مبنى عشان نبقى عارفين نوع العملية، سواء استخدامات جارية أو استخدامات استثمارية. تم الإعلان عن المناقشة وطرحت تم الإعلان عن المناقصة وطرحت كراسات الشروط والتي بلغت حصيلتها 10,000 جنيه. يبقى أول حاجة 10,000 جنيه أسجلها، 10,000 جنيه من حساب الخزنة إلى حساب الإيرادات. واستنى في المسألة لأن المسألة ديت لازم بتعمل لها تمهيد للحل. يبقى كرست الشروط، محافظة القاهرة بعتها ب10,000 جنيه، يبقى ال10,000 بمثابة إيرادات لأن أنا بسجل كأني بسجل في دفاتر المحافظة. في 20/7/2012 تقدم لإنشاء هذا المبنى عدة عطاءات. عندي العطاء ألف وب وجيم. العطاء ألف قال لي أنا ممكن أعمل لك المبنى دوت ب1,700,000، وورد تأمين نقدا. عطاء ب قال لي أنا هعمل المبنى ده ب2,000,000 جنيه، وتم توريد التأمين بحوالة بلدية. العطاء ج قال لي هعمل المبنى ده ب1,500,000، وهورد التأمين المؤقت بشيك. يبقى نشرح بالراحة. أنا عندي محافظة القاهرة عاوز تعمل مبنى، جولي تلاتة. أول واحد قال لي هعمل المبنى ب1,700,000، والتاني قال لي هعمله ب2,000,000، والتالت قال لي هعمله ب1,500,000. وفرض إن التلاتة بنفس الجودة، يبقى أنا هختار أنهي عطاء، ألف ولا ب ولا ج. يبقى أول حاجة تبقى واضحة في ذهني إن أنا هختار العطاء الأقل من غير ما يقول لي هو العطاء ج. وهو هنا ذكر لي بعد كده في 25/7/2012 رصد المناقصة على العطاء الأقل ج. فقام المقاول باستكمال التأمين المؤقت نقدا لخزينة المحافظة ليصبح مبلغ التأمين 12% من قيمة المقاولة، وقامت المحافظة برد باقي التأمينات لأصحابها. يبقى العطاء جيم قال لي هيعمل المقاولة ديت ب1,500,000 وزود مبلغ التأمين ل 12%. نفذ المقاول ما قيمته 900,000 جنيه من المقاولة، وسددت له المحافظة القيمة بشيك. في 30/6 توقف المقاول عن تنفيذ باقي الأعمال، فتم إسناد المقاولة للمقاول الآخر بمبلغ 700,000، سداد لكافة مستحقات المقاول الجديد، وتم سداد كافة مستحقات المقاول الجديد بشيك، وتم تحميل المقاول الأصلي اللي هو جيم بزيادة، زائد غرامات وفوائد التأخير بمبلغ 10,000 جنيه تم خصمها من التأمين المستحق. وقد قامت المحافظة بسداد فرق التأمين المستحق للمقاول الأول من خزينة المحافظة. المطلوب إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات العمليات السابقة إذا علمت أن التأمين المؤقت 5% وأن الاستقطاعات لحساب مصلحة ضرائب 10%. يبقى أنا هشرح المسألة بالراحة. محافظة القاهرة حبت تعمل مبنى، المبنى دوت طرح كراسات الشروط اتباعت ب10,000، دي سهلة، من حساب الخدمة لحساب الإيرادات دي كراسات الشروط. تقدم لي عشان إنشاء هذا المبنى 3 مقاولين ألف وب وجيم، كل واحد تقدم بعطاء، الأولاني ب1,700,000، التاني ب2,000,000، التالت ب1,500,000.
انا هوافقت طبعا على التالت لانه الاقل. التالت دوت كل واحد من دول سدد لي تأمين مؤقت قيمته قد ايه؟ نقراها كده، 5% من قيمة العطاء. يبقى أ سدد لي 1,700,000، سدد التأمين مؤقت قدره قد ايه؟ 5%، يبقى 5% في 1,700,000. ب 2,000,000 في 5%، ج 1,500,000 في 5%. يبقى أول حاجة بعمل تمهيد للحل، أحسب التأمين المؤقت والتأمين النهائي. التأمين المؤقت العطاء أ 1,700,000 في 5%، يبقى يديني 85,000 جنيه. ج ب الأول ب 2,000,000 في 5% ب100,000 جنيه، ج 1,500,000 في 5% ب75,000 جنيه. أدي العطاءات. طب نفتكر أ سدد العطاء نقدا، وب بحوالة، وج بشيك. قسط المناقصة على العطاء مين؟ ج. فزود التأمين بدل المؤقت 5% يصبح تأمين نهائي 12%. تاني، أ دفع تأمين 5%، هو قال العطاء بتاعي ب1,700,000 في 5%، يبقى هو دفع لي تأمين 85,000. ب 2,000,000 في 5% يعني دفع لي 100,000. ج 1,500,000 في 5% يعني دفع لي 75,000. ج بعد كده رست عليه الإيه؟ المناقصة. بدل ما ال 5% تأمين مؤقت هيحولهم ل 12% تأمين إيه؟ نهائي. يبقى قيمة التأمين النهائي قدره قد إيه؟ هقول قيمة التأمين النهائي، هو قال لي المناقصة بتاعتي أنا هعمل لك المبنى ب1,500,000 في 12 على 100، يعني هيدفع لي تأمين نهائي قدره قد إيه؟ 180,000 جنيه. يعني هو هيحول مبلغ التأمين المؤقت اللي كان دافعه، هو كان دافع لي تأمين مؤقت 75، هيكملهم لي يبقى تأمين نهائي 180. يبقى هيدفع فرق قد إيه؟ هيدفع فرق 105,000 جنيه نقدا. تاني، جيم كان دافع لي تأمين مؤقت 5%، 1,500,000 في 5% ب75,000 جنيه، هيحوله لتأمين نهائي لأن هو اللي هترس عليه المناقصة. 1,500,000 في 12% قيمة التأمين النهائي 180,000 جنيه، كان دافع منهم 75,000 جنيه، يبقى يدفع 105,000 جنيه. وابتدي أحل المسألة القيود. أول حاجة القيد خدناه إنشاء مبنى وطرحة قراصات الشروط مبلغ 10,000 جنيه، يعني من حساب الخزنة إلى حساب الإيرادات ب10,000 جنيه. القيد اللي بعد كده في 20/7 تقدمت للمناقصة عدة عطاءات أ ب وج مصحوبا بالتأمين. يبقى الأول المناقصة وكل واحد بالتأمين، أ ورد نقدا، ب بحوالة، ج بشيك. أ 85,000 نقدا، ب 100,000 حوالة، ج ب 75,000 جنيه وردهم بشيكات. يبقى من مذكورين حساب الخزينة 75,000، ونبقى فاكرين إن ده التأمين المؤقت للعطاء أ. حساب جاري نقدية بالبريد، وده عبارة عن 100,000 للعطاء ب. 75,000 شيكات تحت التحصيل دوت ج لأنه ورده بشيكات، إلى حساب جاري تأمين تأمينات الغير، ودي نوعها مؤقتة تحصيل التأمينات المؤقتة. تمام. ثم في يوم 25/7 دست المناقصة على العطاء الأقل ج، فقام المقاول باستكمال التأمين المؤقت نقدا لخزينة المحافظة ليصبح مبلغ التأمين 12% من قيمة المقاولة، وقد قامت المحافظة برد التأمينات المؤقتة. نراجع، أنا اتقدم لي في المناقصة تلات عطاءات، تلات مقاولين أ وب وج. أنا وافقت على ج، يبقى هرد الأ وب التأمينات بتاعتهم. نفتكر أ كان دافع للتأمين بتاعه 85,000 جنيه، وب كان دافع للتأمين بتاعه 100,000 جنيه، يبقى 185,000 من حساب التأمينات الغير اللي هي نوعها مؤقتة عشان برجعهم تاني، إلى حساب الشيكات رد التأمينات المؤقتة اللي هو بتاعت أ، نبقى فاكرين هي بتاعت أ وبتاعت ب. إنما ج إيه اللي حصل معاه؟ ج كان دافع لتأمين 75,000 جنيه، ال 75,000 جنيه دول هيحولهم لتأمين مؤقت، من تأمين مؤقت تأمين دائم قدره أو تأمين نهائي قدره 180,000 جنيه، وهيسدد الفرق 105 نقدا. نقول تاني، ج كان دافع لتأمين مؤقت قدره 75,000 جنيه، هيحوله لتأمين نهائي قدره 180,000 جنيه، وهيسدد الفرق نقدا 105. يبقى بالنسبة لج من مذكورين حساب التأمينات الغير مؤقتة اللي هي 75,000 اللي هو التأمين المؤقت،
والتأمين النهائي 180,000 والفرق 105,000 جنيه سددوا عن طريق الخزنة، ده استكمال ج للتأمينات النهائية. يبقى أنا القيد هنا أ و ب رجعت لهم تأميناتهم، ج زودت التأمين من مؤقت 75,000 لنهائي 180,000، ونبقى فاكرين إن ج شايل عندنا تأمين قدره 180,000 جنيه. في 2/10 نفذ المقاول ما قيمته 900,000 جنيه من المقاولة، فسددت له المحافظة بشيك. هي المقاولة كانت عبارة عن إيه؟ إنشاء مبنى. يبقى إحنا حافظين الأبواب من 1 لـ6 اسمها استخدامات جارية، واللي بعد كده اسمها استخدامات استثمارية، من حساب الاستخدامات الاستثمارية 900,000 إلى مذكورين. قلنا لما بنيجي ندفع فلوس بنستقطع الضرايب، حساب جاري المبالغ الدائن تحت التسوية، مصلحة الضرايب جت من 9,000 دي. 9,000 دي أو 90,000 جت منين؟ عبارة عن 900,000 في الاستقطاعات 10%، يبقى 90,000 ديت عبارة عن 900,000 ف10% يديني 90,000، والفرق 900 ناقص 90 810 دفعتها للمقاول الجيم بشيك سداد مستحقات المقاول. طيب نفتكر، هي المقاولة بتاعت جيم كانت بكام؟ بمليون ونص. يعني نقولها بمثال مبسط، ان هو كان هيعمل 5 ادوار كل دور ب 300,000، يعني هو عمل 3 ادوار ب 900,000 ولسه فاضل دورين ب 600,000. المقاوله كانت قيمتها 1.5 مليون، هو نفذ 900، يعني باقي لسه ب 600,000. في 30/6 توقف المقاول عن تنفيذ باقي الاعمال. قيمتها قد ايه؟ 1.5 مليون ناقص 900,000 قيمتها ب 600,000. فقامت المحافظة بإسناد المقاولة لمقاول آخر بمبلغ 700,000. جاء واحد مقاول تاني قال لأ، أنا ما باخدهاش ب 600، ده أنا هبني في دور عالي هحتاج فلوس أكتر، أنا مش هاخدها ب 600، أنا هاخدها بكام؟ ب 700. نقول له طب إحنا كنا مدينها للمقاول قبل كده ب 600، ال 100 دول مين اللي هيدفعهم؟ ال 100 دول هحملهم على المقاول الأصلي اللي هو اسمه جيم، زائد لو في غرامات تأخير كمان. وتم تحميل المقاول الاصلي بالزياده. قدرها ايه الزياده؟ هتقولي هو الراجل ده كان متفق معايا جيم يعمل المبنى 1.5 مليون، نفذ 900، يعني 3 ادوار وباقي دورين قيمتهم 600,000، جبت واحد تاني جديد قال لي لا ب 700، يبقى الفرق قدره قد ايه؟ 700 ناقص 600 يبقى كام؟ 100,000. ادي 100,000 زائد غرامات وفوائد تاخير ب 10,000، يبقى دي 110. هنجيبهم منين؟ نفتكر جيم كان شايل عندنا تأمين كام؟ 180,000 جنيه، أشيل منهم 110 يبقى له 70,000 هسددهم له. تاني بالنسبة لجيم، قال هعمل مقاولة بتاعتي 1.5 مليون، نفذ 900 عليه 600,000 لسه هيعمل له ضريبة. جبنا مقاول جديد عشان هو ما كملش المبنى، مقاول جديد قال لي بدل 600 هاخدهم ب 700، يبقى في فرق كام؟ 100. 100 زائد هنحط عليه كمان غرامة 10,000 جنيه، يبقى 100 زائد 10 110,000 جنيه. هنستقطعهم من جيم ازاي؟ هنستقطعهم من التأمين النهائي بتاعه اللي هو كان بكام؟ ب 180,000 جنيه. التأمين النهائي بتاع جيم كان ب 180,000 جنيه. يبقى احل ازاي المسألة؟ بالطريقة دي. هقول أول حاجة من مذكورين، المقاول الجديد حساب الاستخدامات الجارية 600,000 و 100,000 جاري المبالغ المدينة تحت التسوية باسم المقاول الأول اللي هو عندنا اسمه ايه؟ جيم، اللي هو اسمه ايه؟ جيم إلى مذكورين. جاري المبالغ الدائن تحت تسويه مصلحه الضرايب ادي 600 استخدامات، و100 مقاول قديم 700، 700 في 10 ب 70,000، والفرق 630 حساب الشيكات سداد مستحقات المقاول الجديد. طيب احنا قلنا ان المقاول جيم عليه 100,000 و10,000 جنيه غرامات تاخير، وهو ليه عندنا تامينات هنرجعهم له في نهايه المقاوله. هنقول له من حساب تامينات الغير اللي هي ب 180,000 هناخد منك 100,000 فرق المقاولة بدل 600 بقت 700، وهناخد منك 10,000 غرامات هنسميها ايرادات متنوعة، والباقي هنرجعهم لك 70,000 جنيه حساب الخزينة. ثم بعد كده عندي ادي المعالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة بالحسابات النظامية، ومن اشهرها السلف المؤقتة. السلف المؤقتة يكون الترخيص بها لمواجهة ظروف عاجلة وفي الأحوال التي تتعذر فيها الصرف العادي. ناخد مثال وسلفة مؤقتة حلها سهل جدا فيما يلي بعض العمليات المالية الخاصة بالسلف المؤقتة لإحدى المصالح الحكومية خلال 2012-2013.
في 1/11/2012 قامت الوحدة الحكومية بسحب شيك مبلغ 9000 جنيه سلفة مؤقتة لموظف أمين العهدة. وفي 30/12 تقدم الموظف أمين العهدة المختص بالسلفة المؤقتة بمستندات مائدة للصرف مبلغ 7500. يعني أنا اديت له في إيديه 9000، صرف هو 7500، يبقى هيرجع لي كام؟ رد الباقي اللي هو 1500 جنيه. حل المسألة، هنقول أول حاجة أنا صرفت له 9000 جنيه سلفة، وإحنا قلنا السلفة استخدامات عاجلة، فبالطبيعي تبقى استخدامات استثمارية من حساب الاستخدامات الاستثمارية، من حساب استخدامات جارية. تاني، السلفة ديت لمواجهة أمور عاجلة، من الطبيعي تبقى استخدامات جارية وليست استثمارية، هي من حساب الاستخدامات الجارية إلى حساب الشيكات مبلغ 9000 جنيه. هنعمل قيد نظامي للمتابعة والرقابة من حساب جاري، من حساب المبالغ المنصرفة كسلفة مؤقتة إلى حساب الأعمال أو المشتريات المنصرف عنها سلفة مؤقتة. تاني، السلفة المؤقتة قلنا لمواجهة استخدامات عاجلة، فمن الطبيعي تبقى استخدامات جارية. يبقى 9000 من حساب الاستخدامات الجارية، 9000 إلى حساب الشيكات. نعمل قيد نظامي للمتابعة والرقابة، بقفله لما بقفل السلفة المؤقتة من حساب المبالغ المنصرفة كسلفة مؤقتة إلى حساب الأعمال أو المشتريات المنصرف عنها سلفة مؤقتة بمبلغ 9000. أنا كنت مديله 9000، صرف 7500 منه، ما قيلش 7500 تاني، لأ، أي رجع الفرق. الفرق بين 9000 و7500، 1500 من حساب الخزينة إلى حساب الاستخدامات الجارية بالاستبعاد، ثم قفلت السلفة بدل من حساب المبالغ أعكس القيد ده إلى حساب الأعمال. يبقى من حساب الأعمال أو المشتريات المنصرف عنها سلفة مؤقتة إلى حساب المبالغ المنصرفة كسلفة مؤقتة. بعد ما خدنا المعالجة المحاسبية للمعاملات المالية في الوحدات الحكومية، هنبدأ في الفصل الرابع بعنوان الرقابة الداخلية والتقارير المالية. نتعرف في الفصل دوت على كيفية تطبيق الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية وتطبيق إعداد التقارير الدورية والحساب الختامي. الرقابة الداخلية عبارة عن خطة تنظيمية تشمل مجموعة من الطرق والوسائل والمقاييس المتكاملة التي تتبناها الوحدة الحكومية بهدف إيه؟ حماية الأصول، ضمان دقة البيانات والمعلومات المحاسبية ودرجة الاعتماد عليها، الارتقاء بالكفاءة الإنتاجية، تنمية الاهتمام بما تقضي به السياسات الإدارية المرسومة. مقومات أساسية لنظام الرقابة الداخلية عبارة عن خطة تنظيمية، إجراءات اعتماد وتسجيل، معايير واضحة وفعالة للأداء، إشراف إداري فعال، مجموعة من العاملين مؤهلين. عشان أحقق هذه العملية والرقابة الفعالة، في عندي مجموعة من الدفاتر والسجلات، وهنستعرضهم بشكل سريع جدا. دفتر موازين المراجعة، ودي اسمها الحسبة اليومية، دفتر الارتباطات مع الموردين، دفتر الحجوزات، دفتر قيد طلبات الصرف الواردة، دفتر حصر المبالغ، دفتر قيد حوادث الاختلاس والسرقة، دفتر قيد عقود المقاولات، دفتر قيد عقود إيجارات الأراضي المستأجرة، سجل الماهيات، سجل مناقرات الجهاز المركزي. الجهاز المركزي ده بيقوم، احنا قلنا ان الرقابة يا اما رقابة قبل الصرف يا اما رقابة بعد الصرف، بيقوم بيها الجهاز المركزي. كل سنة الجهاز المركزي للمحاسبات بيبقى له مجموعة من المناقرات بنحتفظ فيها في السجل، بيسمى سجل المناقرات هي والرد عليها. سجل حرف زين لقيمة الإيرادات المتنوعة، الأضابير، وهي عبارة عن الملفات اللي بيتم الاحتفاظ بيها للعمليات المالية الخاصة بمناقصة واحدة أو الخاصة بعملية واحدة. دي مجموعة الدفاتر اللي أنا بحتفظ فيها بهدف تفعيل الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية. قواعد الرقابة المالية في الوحدات الحكومية، اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون 127 سنة 81 بتقول إن الرقابة المالية والضبط الداخلي تشمل الرقابة المالية، تفتيش مالي، ضبط الداخلي. الرقابة المالية احنا خدنا يختص بيها وزارة المالية. التفتيش المالي، وزارة المالية لها مجموعة من المفتشين بيقوموا بعملية تفتيش مالي على كافة الوحدات الحكومية. الضبط الداخلي هو عبارة عن مجموعة من الترتيبات
المتعلقة بالواجبات بهدف منع واكتشاف الأخطاء والغش والتطوير المستمر في أداء العمل، وتشمل على ترتيبات إدارية، ترتيبات محاسبية، ترتيبات عامة. ثم في هذا الفصل هنتناول التقارير الدورية، ودي خدناها قبل كده، وهي عبارة عن حساب المتابعة المالي الشهري التقريبي، حساب المتابعة المالي الشهري التقريبي، وده عبارة عن حساب بيتم إعداده في اليوم الرابع من الشهر التالي، يشمل الإيرادات والمصروفات أو كلمة الموارد والاستخدامات. حساب مالي شهري دوت يقدم في موعد أقصاه العاشر من الشهر التالي، ويشمل على مجموع المصروفات، مجموع الإيرادات، مبالغ المخصومة والمضافة، أرصدة الحسابات، الرصيد النقدية أول وآخر الشهر، ويرفق به ميزان بالحساب الشهري عبارة عن ميزان مراجعة بالمجاميع وكشف حساب التسوية وكشف التوازن، وعبارة عن ميزان مراجعة بالأرصدة. الحساب المالي الربع السنوي ده حساب تجميعي لكل 3 شهور، ويراعى عند تقديمه للمدة الرابعة اللي هي في نهاية المدة أن يكون شاملا لكافة الأرصدة المدينة والدائنة عن مدة الـ3. الحساب الختامي السنوي، وده خدناه وخدنا عليه مسائل قبل كده، دوت حساب يعد سنويا ويشمل على كافة الموارد والاستخدامات.